طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بالنسبة لنا بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لم ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استصار في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي بامتياز. أهلا بكم من جديد. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول اجتماع يوم أمس الذي جمع قيادات حزب الدعوة، حيث لم ينجح الاجتماع الذي عقده حزب الدعوة الحاكم في العراق أمس السبت بحضور زعيميه رئيس الحكومة حيدر العبادي وسلفه الأمين العام للحزب رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي. في التوصل لم ينجحوا في التوصل إلى حلول للتقريب بين الجانبين بسبب يعني كما أشرت المصادر الخلافات فيما بينهما. طبعا وسط تحذيرات من خروج منصب رئاسة الوزراء من دائرة حزب الدعوة، مسؤول سياسي تحدث إلى صحيفة العربي الجديد قال بأن الاجتماع لم يتوصل إلى توافق بشأن التقريب بين المالكي والعبادي، مبينا بأن أي من الطرفين لم يقدم تنازلا للطرف الآخر. أوضح بأن العبادي أصر على موقفه بأن يكون هو المرشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة لولاية ثانية، بينما رفض نور المالكي ذلك ودفع باتجاه تقديم مرشحين من الحزب كحل وسط، ويكون التصويت عليهم داخل الحزب لاختيار إحدى هؤلاء المرشحين الجدد، الأمر الذي طبعا لم يقبل به حيدر العبادي. وأشار المسؤول إلى أن الاجتماع انتهى من دون أي توافق بشأن منصب رئاسة الحكومة، أكد بأن قادة الحزب حذروا من خطورة استمرار الخلاف ما قد يدفع باتجاه حرمان حزب الدعوة كما أشرنا من منصب رئاسة الوزراء وخروجه إلى جهات أخرى. أكد بأن الحزب يعول على أن يتم تذليل العقبات بين العبادي والمالكي خلال اجتماعات أخرى وخلال عقد المؤتمر العام لحزب الدعوة. طبعا تبذل قيادات في حزب الدعوة منذ أيام كما تشير مصادر من داخل الحزب جهود من أجل تقريب وجهات النظر بين المالكي والعبادي في مسعى للاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء، وتمكن الوسطاء من إقناع المالكي والعبادي بالجلوس على طاولة واحدة يوم أمس السبت بحضور أعضاء مجلس شورى الدعوة، ما عزز الأجواء كما يشير التفاؤلية باحتمال التوصل إلى تسوية بين حيدر العبادي والمالكي قبل أن يفشل الاجتماع. أكد عضو في الحزب بأن الهدف الأساس من الاجتماع هو لتقريب وجهات النظر بين الرجلين بعد خلاف بينهما دام لأكثر من 4 سنوات، وذلك منذ تولي العبادي رئاسة الوزراء عام 2014. ولفت إلى أن المجتمعين أكدوا على ضرورة العمل بجدية من أجل احتفاظ الحزب حزب الدعوة بمنصب رئاسة الوزراء والاتفاق على مرشح واحد للحزب يمكن أن يحظى بقبول بقية الأطراف السياسية. وأوضح بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توجها جديدا ربما يحظى بالإجماع داخل حزب الدعوة الذي يجب أن يمارس عمله التنفيذي والتشريعي وفق لاستحقاقاته الانتخابية كما قال، وبناء على ما اكتسبه كما يقول من خبرة في إدارة العراق في السنوات الماضية، مع العلم بأن حزب الدعوة بدأ بحكم العراق منذ عام 2005 حين تولى إبراهيم الجعفري وهو أحد
قيادي رئاسة الحكومة قبل تسليم السلطة عام 2006 كما معروف إلى نور المالكي، ثم في 2014 إلى حيدر العبادي. معنا اتصال أبو أحمد من الرمال، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. أحييك وأحيي القناة وكادرها. أهلا وسهلا. أستاذ عمر بالنسبة للعامري يقول إحنا ما نقبل أي تدخل خارجي، زين هذا العامري هسه يعني هو مو معانق، هو قاسم سليماني، قاسم سليماني صاروا يجول بالعراق والدول العربية كافة يعني. يعني احنا يعني هالحكي هذا علي من يمشونه يا اخي، هم هسه هم اللي دمروا هذا البلد، وهاي الاحزاب مالتهم اللي دمرت البلد، احزاب كلها تابعه لايران. احنا يعني خلطايا بيد هاي العصابات يا اخي، فرادوا البلد، اموال البلد. استاذ عمر يعني هاي الناس اللي البطاقات الذكيه والبطاقات من التاجير، يعني اي حقوق ما اعطوها، ناس اعطوها وناس ما اعطوها، واي حقوق كلها باقوها وسلبوها واخذوها. من المحكم ذاك لهذه الساعه ولا واحد استلم، يعني حتى اكلوا اموال اللي ذول النازحين، ناس دمرت تبهدلت. واحنا هاي بالنسبه للاحزاب، هاي الاحزاب هي احزاب سياسيه، هاي ما تمثل الشعب العراقي. يعني هسه احنا بالجنوب بالفرات الاوسط هسه من فارين، المن فارين، فارين على حقوقهم المسلوبه، حقوقهم انسلبت من اموال الى مي، الثروات السمكيه، الحيوانات، البشر. هذا المي اللي جانا من ايران وتسمم، هاي 17,000 نسمه تسممت، هذا المي اجى الحاله اجى لو اجى مي مسمم من ايران. يا اخي ايران دمرتنا ودمرت الامه العربيه بالكامل. واحنا ناشد الامه العربيه وناشد الجامعه العربيه، اذا كان جامعه عربيه، ان تنظر للشعب العراقي والدول العربيه هاي اللي راحت انتهت. وناشد حقوق الانسان، ناشد الامم المتحده، ايران امريكا طبت بالعراق، دمرت العراق، هي اريد هي اصلا في العراق تطلع ايران من الشام من العراق. يعني احنا طالب نريد حزب واحد، حزب واحد يعني يخوف البلد، ونريد رئاسه الجمهوريه، ما نريد لا اعضاء مجلس محافظات ولا مجلس مجلس نواب. اخي هذا كله عبء على الشعب العراقي، عبء باموال الشعب العراقي. العراق مطلوب مليون مليارات مليون كله بسبب هاي العصابه اللي حكمت الشعب العراقي. نعم. مو حكومه الا عصابه، فردوا الشعب العراقي دمروه. أنا ناشد عندنا بالجنوب والفرات الأوسط أن يواصلون مسيرتهم وتظاهراتهم، ألا يغضوا على هاي العصابة والشعب العراقي وياهم. نعم. كل الشعب العراقي وياهم. أبو أحمد، شنو رأيك بالخلاف بين حيدر العبادي ونور المالكي حول منصب رئيس الحكومة؟ يا أخي هم دول هسه الملك من السلم دورتين، شنو لجناح الشعب العراقي؟ شو دخل الدواعش؟ دمر المدن، هجم بيوت الناس، شو اللي سواه؟ واموال الشعب كله فرهده وطلعها برا. اي حزب اللي حاسبه وقال له نور المالكي وين الاموال هاي وديتها؟ وين مشيتها؟ اللي نطيتها؟ ماكو يا اخي، كل من يفرهد للحزب ماله ويدورون مناصب. هم من يدورون مناصب بانه ياخذون اموال اكثر. نعم. فدمرهم الشعب العراقي، احنا نريد رئاسه جمهوريه مثل قبل. وريد جيش عراقي مضمون، مو جيش طائفي ولا احزاب، كل حزب مسوي له جيش. هاي دولة هاي اللي تصلح، ما تصلح هاي الدولة. تظل حرامية وصراخ وينهبون مال الشعب ويطلعون بها برا. وانا اشكرك استاذ عمر. شكرا ابو احمد من الرمادي. معنا اتصال محمد من الاحواز، تفضل محمد. محمد تسمعني؟ انقطع اتصال مع محمد من الأحواز. القيادي في ائتلاف دولة القانون ائتلاف نوري المالكي سعد المطلبي، وهو من المقربين لنوري المالكي، قال بأن المرحلة المقبلة ستشهد انفراج داخل حزب الدعوة، يمكن أن تنفع الحزب في مسألة الدفع بمرشحه لرئاسة الوزراء. وأضاف بأنه حتى في حال دفع حزب الدعوة بن عبادي كمرشح لرئاسة الوزراء فإن ذلك ينبغي أن يتم في ظل تقديم ضمانات لنور المالكي، وأكد بأن منصب رئيس الحكومة لا يمكن أن يحسم ما لم يحدث شيء
يرضي أمريكا وإيران كما يقول. معنا اتصال من الديوانية. أبو علي عفوا من واسطة. تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حياك. حبيت أتعلق على الفيديو بالبداية اللي عن هذا العامل الأجنبي. هو هذا العامل أساسا شخصيا لا يعتبر قاسم سليماني أجنبي يعني. نعم. لأن هم معروف ولا هذا العامل وجماعة هذا العامل ولا هم لإيران. وأعتقد صلحوا في أكثر من مرة بأنه إذا لا سمح الله نشبت حرب بين العراق وإيران فإنهم سينضمون إلى إيران ضد العراق. وهذا شيء مو غريب يعني معروفين هم. فإحنا لا نستنكر من هذا العمل يقول ما يريد أجنبي يتدخل. الشيء الثاني بالنسبة أخي الآن التقارب بين حزب الدعوة هو مجرد قطع الطريق أمام عادل عبد المهدي لاستلام رئاسة الوزراء. لأن سائرون حقيقة عندما تم اتفاق وجهات النظر بين مقتدى الصدر والسعودية والإمارات من أجل أن يكون مرشح رئاسة الوزراء القادم هو مستقل أو بالأحرى أنه من الحزب الشيوعي العراقي. لكن تطورات إيران الآن وتدخلها في الشؤون الداخلية العراقية وفرضها على تكتلات جديدة تكون وإعطاء رشاوي لبعض النواب الفائزين من أجل ترك الكتل اللي اشتركوا فيها إلى كتلة البناء اللي تشمل قيادة نور المالكي أدى أنه لا يستطيع الحزب الشيوعي أن تولي السلطة. لذلك تم هناك طرح مرشح تسوية اللي هو عادل عبد المهدي لأنه مقبول لدى جميع الأطراف. لكن نور المالكي لا يريد وإيران كذلك يعني لا تريد أن يخرج مجلس الوزراء من رئاسة حزب الدعوة. لذلك اتفقوا هم الآن وطبعا هم ما راح يتفقون وما بينهم ضمانات لأن الجميع معروف أنه لا ضمانات موجودة في السياسيين العراقيين. نعم. مثل ما فعل المالكي عندما اجتماع أربيل أخذ ضمانات وبالأخير كنسل كل هذا عندما فازت العراقية في الانتخابات والمفروض كانت تروح للعراقية لكن إيران تدخلت ورفضت ووضعت فيتو ضد عياد علاوي من تولي السلطة. فبدأ نور المالكي بتنمية حزب الدعوة وانشقاقات من حزب الدعوة على 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 يعني على عاتق العراقيين. جميع الموازنات ذهبت إلى حزب الدعوة وللأسف أحزاب العراقية ليست لديها ثقافة المعارضة لأنه يقول أنا إذا صرت بالمعارضة يعني راح أخسر فلوس يعني راح أخسر السياسة. لأن هذا الأحزاب وكما معروف حضرتك كل العراقيين كافة هم هذا لوين كانوا. نعم. أنا مثل ما يقولون خلنا نحكيها طق بطق. شو كانوا يا حملة دارية لو قعدوا بسوريا يبيعون فلافل ويبيعون لفات ويبيعون عنبة يعني وين هذا يعني الآن لو تؤسس قانون فيها. بس هو للأسف ماكو وطنيين في العراق أو مو نقول ماكو بس نقول مغلوب على أمرهم وقلة يعني مفروض يؤسس قانون الأحزاب من أين تدعم ومن أين لك هذا يعني كم دورة نيابية راحت لحد الآن ماكو أي عضو مجلس نواب أفصح عن الذمم المالية من دخل للحكومة شقد كان عنده ومن طلع شقد كان عنده. اللي الآن هم يعني وحقيقة أوجه كلمة إلى الأحزاب الشيعية خاصة الآن مرت على العراقيين ذكرى أو العالم أجمع ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. يعني احنا ما نريد بس نوقف الحسين خلينا نشوف الحسين شنو سوى. الحسين من راح للمدينه الى الشام حتى يقول كلمه حق وعندما استشهد حق كلمه حق منو من اعضاء نعم منو من اعضاء مجلس النواب الان قال كلمه حق منو الان اللي حاسب الحكومه السابقه تعالي الحكومه السابقه انتم شنو سويتوا ايش قد موازنه العراق 110 مليار دولار وين راحت يعني احنا بس يعني الحكومة العراقية بس أنه أمين صندوق يوزع رواتب للموظفين زين 110 دولار يعني ترى موازنة الأردن يمكن ما تقارب الحوالي 15 مليار دولار. نعم. وبلد عايش زين أموال العراق وين راحت وينهم هم الآن اللي كانوا بكربلة وكانوا بالنجف وراحوا يلطمون على الإمام الحسين يعني كذلك كلام موجه إلى المرجعية. المرجعية دائما تقول كلام مبطن يعني اللي السابقين لا تنتخبونهم. السابقين منهم
المرجعية الآن لازم تتدخل في المذهب الإمام الجعفري أنه الدين لا يبتعد عن السياسة. خلاص أنت الآن العراق بيد الأحزاب الشيعية، أنت يعني إحنا نرجو من المرجعية أنها تتدخل، قول فلان لا يصير، فلان لا يصير، ورشح فلان. نعم. يعني هل معقول العراقيين الآن خلاص انتهوا ما بيهم رجل سياسة؟ هل معقول الجيش العراقي الآن مدموع عند بس أنه متى ما طبع لهم على قولت الله يرحمه أربعة مخربطين انهزم وراح هو هذا الجيش العراقي؟ هل من معقول أن العراق ما بيه اقتصاديين حتى يبنون اقتصاد بلد؟ العراق شنو الآن؟ العراق أصبح بلد مستهلك، ما عندنا زراعة، ما عندنا صناعة، ما عندنا إنتاج. المي نجيب نشتري من برا، القرش نشتري من برا، البيبسي نشتري من برا. شنو هالدولة هذه؟ هي حكومة ولا سلطة؟ ما عرفنا شنو معناها يعني. هل هم يوضحوننا؟ انتخابات طبت وطلعت إلكترونية وصار لها شهر، يعني العالم يطب انتخاباتهم ب 24 ساعة تطلع الانتخابات، احنا شهر حتى على ما نزور، واخر شيء والله مطابقة الانتخابات على ما انطبقت مجموعة من الطبقات ويوميا مجتمعين. نعم. يعني هو هذا سؤالنا احنا، موجه حتى موجه للنواب اللي يدعون انهم سنة. نعم. تعالوا انتم شنو سويتوا؟ الحلبوس ايش راح يسوي؟ ابو علي شنو اللي يسوي الحلبوس؟ نعم ابو علي، اريد رايك بكلام سعد المطلب القيادي في ائتلاف ذوات القانون، يقول بأن منصب رئيس الحكومة لا يمكن أن يحسم ما لم يحدث شيء يرضي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وين السيادة العاد اللي يحكون عليها؟ شو أكو سيادة؟ من يجي قاسم سليماني ويطب ويطلع وهو مطلوب دوليا لأمريكا، وأمريكا يمهم داعي نفسهم يسوون خطط لمحاربة الدواعش، ما يكذبون العاد. وين هي السيادة أخي الكريم؟ السيادة أنه يعني يطلع إيران يقول إحنا نعرف اللي حرقوا السفارة الإيرانية. السيادة أنه ما يتم صفقة إلا بموافقة أمريكا وإيران. راح أقول لك إياه، البيان جبر سولان معروف السوى بالعراق. نعم. بالحكومة اللي بعدها من كان وزير داخلية قالت أمريكا ما يصير، قال أحمد نجات حكومة ما بيها بيان جبر سولان ما تصير، وما نصبها. وين السيادة لما خلاه وزير مالية؟ نعم. وين السيادة أخي الكريم؟ من تفوز قائمة بالانتخابات ب 2010 يفوز أياد علاوي، يا بنت مو تردون رئيس وزراء شيعي مثل ما اتفقت أمريكا وزعتهم بكيفهم، يا بهذا أياد علاوي رجل شيعي. قالت إيران لا ما يصير. وين السيادة أخي الكريم؟ وين السيادة أنه قبل الانتخابات يروحون كلهم سرية يروحون إلى 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 إيران شو تقولين وش نحط؟ وين السيادة من تطلع نتائج الانتخابات قاسم سليماني يفتر بالبغداد ويومية قاعد لو بالسفارة الإيرانية لو قاعد ببيت الجعفري لو يودع على مقتدى خليجيني نتسحر يم نور المالكي؟ هي هذه السيادة أخي الكريم؟ هو إحنا عندي نسأل، حتى أمريكا ترى صارت ضعيفة مقابل إيران اليوم. أمريكا حاولت أنه تنتشر العراق من إيد إيران بس ما قدرت، لكن لأن إيران هم طبعا معروفة إيران وأمريكا يشون على خط واحد، لكن أمطيني وأمطيك. أمريكا ما حاربت العراق وأفغانستان إلا بموافقة إيران، ما دخلت العراق إلا بموافقة إيران. وأمريكا دخلت الدواعش المناطق أهل السنة فقط، أنا مو دفاعا عن أهل السنة لا، بس دخلتهم مناطق أهل السنة حتى إيران هي اللي تحاربهم، يدمرون مناطق السنة. وما شوف أمريكا ما خلت تأسيس أي جيش أو ما نقول جيش، نقول ميليشيات سنية في هذا الأمر. نعم. أنا أشكرك أبو علي من واسط كان معنا اتصال. صباح من بغداد، تفضل. صباح. السلام عليكم أستاذ، أرحب بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الكريمة. أهلا وسهلا بك. بالنسبة للتشكيلات اللي جاي يسعون إلها السياسيين، وهم كلهم إحنا نعرف الصراعات الموجودة بيناتهم، يعني من جهة على رئيس الجمهورية أو منصب رئيس الوزراء والتحالفات واجتماعات حزب الدعوة اللي ما بيها أي ثمار. يعني شوف، حزب الدعوة لا هم اللي مرشحين شخص في سبيل ينفرض إجباري على الشعب وعلى الحكومة، يعني قاعدهم بيناتهم يريد يحلون مجرد صراعات وتقسيم مناصب، يعني يرضون الطرف هذا، لأن أكو خلاف بين العبادي وبين المالكي، إحنا نعرفه، كل شخص اتجه للنصر وواحد اتجه
كتلة البناء أو غيرها، فأكو انشقاقات داخل حزب الدعوة يريد يحلوها. وإحنا نعرف من بداية احتلال وبرايمر من خلى الحكومة إن منصب رئيس البرلمان هو السنة، ومنصب رئيس الوزراء هو الحزب الدعوة تحديدا، وكل الفترات السابقة حكم شخص من حزب الدعوة، ورئيس الجمهورية معروف المنصب مالته الأكراد. فالحزب الدعوة احنا نعرف فيه مر بعدة تناحرات ومجرد على مصالح خاصة بيناتهم، أما مصالح الشعب والمعاناة اللي جاي يعانون منها بالجنوب وبالوسط والهجرة والمخيمات ما حد فكر لها، لا رئيس البرلمان الشاب ولا حتى رئيس الوزراء اللي راح يجي، ولا حتى حاليا العبادي. يعني ما اجتمعهم كلهم على حل الأزمات والصراعات والنزاعات العشائرية والمشاكل العشائرية بالوسط والجنوب. يعني ما راح يحلون مشكلة، يحلون مشكلة الشعب، جاي يقعدون يريد يصالحون بيناتهم في سبيل بالاجتماع المقبل اني راح يرشحون لو العبادي لو المالكي لو طرف ثالث في سبيل ينفرض اجباري مثل ما وقع حزب الدعوة للزعطوط محافظ الانبار محمد الحلبوسي على انه يكون رئيس برلمان بهيج عمر وبهيج يعني مؤهلات ضعيفة، لا عنده خبرة سياسية ولا غيره، وقعوا له في سبيل الكتلة محمد الحلبوسي ومن يتبعه راح يوقعون الرئيس الوزراء المرتقب، يعني اللي هو نتوقع ان يتوقع برأيي الشخصي من حزب الدعوة. فاللي كل الاجتماعات هاي ما يعني ما مو على مود شعب وعلى مود التفكك الموجود عندنا من ناحية الكل شيء، الخدمات والتعليم والزراعة والبيئة كلها هي لها تأثيراتها هاي من الحكومات المتعاقبة 15 سنة اللي هم دمروا البلد. حزب الدعوة وأخوانهم بالأحزاب الباقية الإسلامية هم دمروا العراق ووصلوا العراق إلى مرحلة يرثى لها، صرنا مضحكة بين الدول. جريدة بريطانية تقول يعني مع الأسف ما يتوقعون الخير على من بداية تشكيل هذا الشاب على رئيس البرلمان، يعني صرنا مضحكة ومهزلة بين الدول العربية وبين الدول الغربية إن العراق وصل لهاي الحالة. يعني ومن وصلهم؟ وصلهم هو الشعب، احنا وصلناهم اللي انتخبناهم، واللي حتى يقول أنا ما طلعت انتخبت، لا احنا كنا صوتنا، حتى ما منتخب هو صوته. شوف جاي يصير بالأنبار مناطق السنة صار وبالجنوب حاليا الأزمات، يعني اللي ما طلع ينتخب شو يسوي؟ شو يقدر يسوي؟ نعم. مثلا اللي ما راح انتخب الأغلبية اللي ما طلعت بهذه الانتخابات راحت للانتخابات، شنو اللي بإيده يقدر يسوي؟ تظاهر ضد هاي الحكومة الفاشلة. نعم. يعني تظاهر ضدها وقمع هاي الحكومة، طلعوا مظاهرات بالبصرة قتلوهم واتهموهم بالبعثية والدواعش واعتقلوهم. البصرة حاليا نعم. البصرة حاليا طلعت وحيدة قبل كم سنة بالأنبار وبصلاح الدين وبنينوى وبديالة، وهاي الحكومة هم نفس الحالة سوت عليهم فرارة داعش. نعم وياك استاذ عمر، بس احنا الشعب لو ايد واحدة ونشوف معاناة اهلنا بالبصرة وكل نعم. المحافظات الجنوبية والغربية والشمالية تطلع يعني تناهض محافظة البصرة واللي جاي تعاني منه محافظة البصرة، والله دقيقة ما يبقون لا منطقة خضراء ولا سفارة امريكية ولا عمايم، كلها تنزاح، لكن الشعب مفكك، شعب فككته هاي. زين اسألك صباح، اريد رأيك والله صوتك. نعم. الاختلاف بين في داخل حزب الدعوة، يعني حزب الدعوة اللي يدعي أنه حزب نضالي وإلى آخره، ومثل ما يعني تحدث سعد المطلبي يقول عنده تجربة ونجاحات في العملية السياسية. اليوم جماعة مختلفين المالكي والعبادي على منصب رئاسة الحكومة، يعني غير المفروض يغلبون مصلحة الحزب، ما نقول البلد، مصلحة الحزب على مصالحهم الشخصية؟ صراحهم داخل الحزب استاذ صدقني على من هو المرشح، من المرشح ومن اللي ياخذ يسرق أكثر الحزب الشخصة أو المناصب السيادية بالوزارات. يعني صراحهم مو على يعني إدارة بلد، يعني إدارة نزيهة. كل صراعاتهم احنا لو العبادي لو المالكي لو فلان لو علان، يعني صراحهم على منصب رئيس الوزراء. يعني هم هسه حاليا لو متفقين على شخصية
كان لا اجتماع ولا كل شيء رشحوا مشت الأمور. لكن هذا الصراع الموجود والتأخير بذكر اسم رئيس الوزراء وترشيحه هو يدل على أن أكو يعني أكو تناحر بيناتهم وأكو صراع سياسي على منصب أستاذ. نعم أنا أشكرك صباح من بغداد كان معنا اتصال أبو ناصر من تركيا. تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا حضرتك وقناة الرافدين. حياك الله يا أهلا بك. وكل الأخوة المتصلين. أهلا وسهلا بك. أستاذ عمر هذا الصراع اللي دا يصير بين اللي يسمون نفسهم قيادات حزب الدعوة هو بالأساس صراع من أجل تدمير الشعب. الشعب يردون يدمروه إذا بقى شيء بي، وإلا شنو اللي قدمه حزب الدعوة العميل من المخبول إبراهيم الجعفري إلى نور المالكي إلى حيدر العبادي؟ كل اللي يقدموه هو زرع الطائفية وحرمان الشعب من أي خدمات واعتقال كل واحد يرفع صوته ويطالب بحق من حقوقه. والله لو أكو قضاء عادل أستاذ عمر كان قدموا كل كوادر حزب الدعوة العميل للمحاكمة على كل الدمار اللي سببوه لشعب العراق. ولو أكو قضاء عادل كان قدموا نور المالكي للمحاكمة على ضياع مئات المليارات من الدولارات وعلى تسليمه 6 محافظات لداعش بدون أن تنطلق رصاصة واحدة، ودمار هاي المحافظات واللي إلى هسه مدمرة وأهل هاي المحافظات عايشين بمخيمات. خلي يطلع نور المالكي والجعفري والعبادي وغيرهم ويقولون شنو قدموا للشعب غير الاعتقالات والخطف والقتل والتهجير. خلي يطلعون ويذكرونا بشارع واحد بلطوه أو جسر بنوه أو معمل أو مصنع أو وفروا تعيينات للعاطلين عن العمل واللي أكثرهم أصحاب شهادات ويعانون أشد المعاناة. نعم. سبب عدم وجود وظيفة لهم الوظائف بس الأبناء وأقارب هذول المسؤولين. أستاذ عمر يعني مثال بسيط أضرب لك إياه إذا تسمح لي وأنا هنا أنا قاعد في تركيا. نعم. يعني قبل يومين تقريبا يوم الخميس الصبح بالضبط قعدت الصبح سمعت أصوات شفلات قاعد تشتغل بالشارع اللي أنا ساكن فيه. نعم. فبوعت من الشباك لقيت شفلات قاعد ترفع التبليط القديم مال الشارع، والشارع اللي طوله تقريبا 1000 متر يشهد الله عليه. يعني 1000 متر الصبح الساعة 9 بدأوا يشتغلون به، رفعوا التبليط، سيارات موجودة ترفع الأنقاض يشيلوها يذبوها بالسيارات وتروح السيارات ترمي الأنقاض بمكان مخصص إلها ويرجعون. لحد الساعة 5 العصر كملوا هذا الشارع كله ورفعوا التبليط القديم وعلى حسب الوصول. وثاني يوم الجمعة ما اشتغلوا به لأنه كانت يوم جمعة، ويوم الجمعة طبعا صلاة الجمعة هنا بتركيا صلاة على محمد يعني جوامع ما لك مكان بيها. فبدأوا يوم السبت الصبح بنفس التوقيت بالتسعة تقريب الصبح جابوا المعدات واشتغلوا. أقسم لك بالله العظيم لحد الساعة 6 العصر الشارع تبلط اللي طوله مثل ما قلت لحضرتك 1000 متر، تبلط تبليط رائع يعني بس يعجبك تباوع عليه. والإشارات اللي خلوها هاي الصبغ الأبيض على جوانب الشارع ورتبوه ذاك الترتيب. خلي يطلع المسؤولين العراقيين ويقولون أنتوا شنو قدمتوه؟ يعني هذا شارع بيومين هو كمل. وأني أتذكر مرة من المرات يعني واحد من الشوارع بالمحافظة اللي كنت أسكنها أقسم لك بالله العظيم بقى 3 أشهر محفور وما حد يتقدم عليه. يوم يقولون المقاول انهزم وأخذ الفلوس، ويوم يقولون المقاول يقول ما استلمت المخصصات اللي أشتغل بيها. هذا اللي قدموه هذول العملاء المجرمين اللي سلموا العراق كله لإيران، واللي سلموا مقدرات الشعب كلها لإيران وخزينة الدولة كلها لإيران. ولا شنو معناها البصرة إلى هسه محرومة من المي، وهم هذا نهبهم وسرقاتهم من أموال العراق كلها تيجي من البصرة؟ ولا لو ما نفس البصرة أنتوا شنو اللي تحصلوا؟ هاي الخيرات مال البلد أنتوا سرقتوها وعفتوا هذا البلد بهيك حال، شلون راح تواجهون رب العالمين؟ وشنو راح تقولوا لو أنتوا تدعون بين أنتم مسلمين وإسلاميين؟ والله العظيم الإسلام براء منكم يا مجرمين، يا قتلة، يا فسق، يا فاسدين، بريء الإسلام منكم إلى يوم الدين. وكل الشعب العراقي 36 أو 37 مليون خصيمكم يوم القيامة أمام رب العالمين، وشوفوا شلون راح تواجهون الله سبحانه وتعالى، وشنو اللي راح تقولوا له اللي سلمكم هاي السلطة ونطاكم إياها والمفروض أن تعجلون بين الشعب، مو تخلون عوائلكم وأقاربكم مستفادين والشعب مدمر، الشعب مهجر، ملايين من المواطنين العراقيين مهجرين يردون يرجعون لمحافظاتهم، أما خايفين من التهديدات مال الميليشيات، أما خدمات ماكو.
إلى متى يبقى الشعب ساكت عليهم؟ لا مظاهرات تفيد اللي شفناها يعني أستاذ عمر، يعني مظاهرات البصرة قمعوها واعتقلوا المتظاهرين واعتقلوا الناشطين وقاموا يدورون عليهم من بعد ما دزولهم الميليشيات البقية و16 ميليشيات مسلحة بالبصرة، وقاموا يطبون على الناس ببيوتهم الفجر أو بالليل ويعتقلوهم وما حد يعرف بيهم. وراح السيد رئيس البرلمان وضب للبصرة، وشنو اللي سويته أنت؟ شنو اللي حققته للبصرة؟ راح ممثل المرجعية للبصرة، شنو اللي أنت قدمته للبصرة؟ شنو اللي سويت لهم إياه؟ كل شيء ماكو، الله وكيلك بس الدمار وبس الاعتقالات، ولا مظاهرات تفيد ولا تظاهرات تفيد ولا تنديد يفيد، ما يفيد إلا رفع السلاح بوجه هاي الطغمة المجرمة. نعم أبو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو فهد من بغداد، تفضل أبو فهد. أبو فهد تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك، تفضل. أخويا هو الرجل من الخابر التبليط ما تبليط سق بالأرعب حتى لا يبطون التبليط مالهم، مستحيل والله إذا يبقى شهر واحد يبقى يبطون صعبة شهر واحد يتحطر ويروح. أما بالنسبة للمظاهرات مثل احنا خصوصا من القسنية بعد ما نقدر نظهر، أولا لا أسلحة عندنا، ثانيا الظاهر أربع أرعاب 100%، الجنوب رأسا يحركون عليها إيران غير إيران، الاعتقال واللي يعدمونه واللي هاي الشيعة يعني ما مبين بالعراق ما تنجح أي مظاهرات، بس احنا نعتب على الدول العربية على الدول المجاورة، والدول المجاورة عاق أردوغان رئيس تركيا، يعني هذا يعني والله يعني من سمعت بي ملتقي كربولي وقيادة الحوار الوطني، يعني والله أنا يا رجال يعني أمي بس نقصت شون ينتقذونه، شون ينتقذونه وشون ينتقذهم الدولة مقاب عليهم يستحي مخزي عليهم ورئيس دولة كبرى، وهاي ينتقذون دمروا العراق جاية مجاورة لهم، وحرام عليهم الدولة يستقبلون هاي العالم يمدمرون من أول، لا يوفق كل من انتخبهم، الله لا يوفق كل من انتخبهم، وهذا الحربوسي يعني شكو شريف بالحلقة السلام، هو شريف لازم يتخلى من عنده، يكتبون هو بالتخلى من عنده، لأن هذا ترى عميل الإيران يا جماعة، ترى عميل الإيران يا الحلال سيد الشرفاء، ترى عميل الإيران عمي، ترى ذولا كلهم عملاء الإيران، الله لا يوفق كل من انتخبهم، الله لا ينصيه، والله محاسب بالدنيا وبالآخرة، محاسب على ذنب العراقيين اللي انتخبهم، ذولا ما يعرفون ثق بالله العظيم، مرة صار مؤتمر وخذوني المؤتمر مال صالح المطلق بالتختاز، انتم مواحنا تدمرنا سنة، يعني باعتبار ان هو سنة وحاشيته هيك، قلت له مواحنا سنة تدمرنا وهاي، قال والله يا اخي احنا ما بدينا بس خمان عوف الدولة، يقول هذا منطق، هذا يا أخي مدمرانا سنة دمرانا من الله لا يوفقهم، والله لا يوفق كل من انتخبهم، والله إن شاء الله ولو هم إن شاء الله كل من انتخبهم يتحاسب على ذنب العراقيين، ولو ورطوهم الشيوخ الشيوخ السنة بالذات اتورطوا وطوهم كل واحد دفتر وقشمروا العالم، الله لا يوفقهم إن شاء الله، الله لا يوفق الشيوخ السنة، حقراء. شكرا. أبو فهد من بغداد كان معنا، كذلك من بغداد معنا أم عبد الله، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. تحية لكل العراقيين الشرفاء ولقناتكم الشريفة. يا أهلا بيك. أستاذ يعني العراق هسه في حالة فوضى، يعني نشوف انه صار لنا 15 سنة لا رئيس وزراء زين ولا رئيس جمهورية قدم خدمات، ولا والشعب يرجع الى الوراء، 320 مليار من الدولارات راحت يعني مع الرجال السياسيين، واخذوا من واحد يريد يحاسبهم ينهزم يد الخبز وياخذ الاموال. العراق هو ثاني دولة بتصدير النفط، أين ذهبت هاي الأموال اللي تجي؟
بعدين هنا في الصراع قائم حول من سيستلم منصب رئيس الوزراء. يعني كل دول العالم بنفس اليوم تصير الانتخابات، نفس اليوم تفرز الأصوات، ونفس اليوم يعلن عن اسم الفائز ويشكل وزارة ثاني يوم، واحتفالات بنفس اليوم ثاني يوم دوام نظام. احنا ماكو، صار لنا شقد من صارت الانتخابات الى الان لا بس خلينا نصبنا الحلبوسي مجلس البرلمان زين، والطائفيه موجوده والحمد لله. يا واحد اذا اي واحد يحكي باسم الحضارات القديمه انه يقابل بانه لا يسمح له باعتبار انه هذا قام بشيء سابقا، ونسوا الحضارات ونسوا التقدم اللي صار بالعراق. صار لنا كم حكومه يعني، بس حكومه صدام اللي بنى بغداد بالاضافه الى عبد الكريم قاسم الله يرحمه يرحم الميتين. يعني احنا شنو اللي سويناه استاذ هنا؟ احنا عندنا الشعب هو صاحب السلطه، هو صاحب الكلمه الاخيره. اذا ما يقول كلمته فهو يعني خلص العراق يعني راح يبقى في حاله فوضى. فاحنا مو ليس بس مظاهرات وشعارات وقال الحسين وعمل الحسين، ما الحسين ما قال انه اهتفوا باسمي، بس قال سووا تغيير، تغيير بعمل، مو اني انه والله الوضع او الحزب او المذهب الشيعي المسيطر على الحكم لازم احنا نسكت، وهو بكل الشغلات السلبيه اللي موجوده به. فالعراقيين هم اكثريتهم خاصه مع اخوتنا الشيعه ساكتين باعتبار ان النظام انه شيعي، فهذا ما راح ياثر عليهم. وش وقت مصير الحكومه وش وقت مصير انتخاب رئيس الوزراء وانتخاب المجلس رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه؟ فهذا مو عمل، هذا احنا العراقيين المفروض احنا نغير نفسنا. احنا مو احنا قاعدين هنا انه ساكتين وخالين امور العراق. هذا شعب يراد له خدمات، يراد له تقدم، يراد له ثروات موجوده، ليش تروح للجيوب المسلبين من المسؤولين وتروح الى الخارج؟ ليش تدخل اجنبي موجود في العراق؟ ليش ما انا احكم بلدي بايدي وبشخصيتي القويه؟ فبار احنا المجموعه اللي جتي هي لا عندها شخصيه ولا عندها اراده ولا عندها ضعف، عندها تتكل على دول اجنبيه خاصه ايران وهي سندها. ويقول الاستاذ العامري يقول انه احنا ما نقبل اي تدخل اجنبي، والعامري قاعد يم العفو سليماني قاعد يمه. هذا شلون حكي هذا؟ هذا الوطن ترى وطن يريد له رجال، يريد له انه يقومون بعمليه رفع العراق الى حاله من احسن من اللي 15 سنه اللي راحت. وتحياتي للجميع. شكرا ام عبد الله من بغداد كانت معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. احد المرسلين على الواتساب ارسل صوره اجتماع حزب الدعوه وقال هذه الصوره لا تحتاج الى تعليق لانها تظهر مدى الخلاف الحاصل على السلطه، ويظهر بان المدعو طارق نجم وهو احد قياده حزب الدعوه يتوسط نور المالكي وحيدر العبادي.
معنا اتصال ابو مريم من البصره. تفضل ابو مريم. ابو مريم، ابو مريم تسمعني؟ انقطع الاتصال مع ابو مريم من البصره. خلونا نقرا بعض رسائل واتساب. يقول احد المرسلين في رساله، يقول وحده ابنها بلحشد وما منطينا راتبه، صار 6 شهور واكثر، فراحت امه للمسؤول مالتهم واخذت الهويه مال ابنها وقالت له أريد راتب ابني بالحشد، فرد عليها ما عندنا رواتب، فردت عليه لما تريدون الشباب للحشد في المعارك وتأخذون رواتبهم يجيبوكم، وبعدين تأخذون رواتبهم وتبنون بها قصور برأس الفقرة، تعالوا شوف القصور والبيوت والبنيان كما يقول، بس هم اللي يبنون، وينكم يا عالم؟ وين ما نقول بس حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. رسالة أخرى يقول لي المتصل أبو علي من واسط، كلامك محترم ولكن العيب في فئة من الشعب إلى الحد الذي يركع ويسجد للمرجعية وللعمائم. هل الحسين محتاج إلى زيارات مليونية أو العراق محتاج، بل العراق محتاج لشعب ينقذه من هؤلاء العملاء والسرق. أبو مريم من البصرة يعاود الاتصال معنا. تفضل أبو مريم. أبو مريم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. ألو، وياك. حياك الله أبو مريم، تفضل. شلونك سلام عمر؟ أهلا وسهلا، يا أهلا بيك. الله يبارك فيك أخي العزيز. مشاركتي أقول هاي اللعبة ما نطاعز فيها فجرة انتهت، يعني هسه خصوصا المحافظات الجنوبية. نعم. متعاذرين ترى أخوة معنى الكلمة، الطائفية انتهت إلا عند بعض الرموز الفاشلين، انتهت بدليل هذا الموسم مال محرم شاركوا أخوة متعابين بالشارع احترام ما يعرفون هذا شنو هذا شنو. نعم. فهاي الورقة أول شيء انتهت، أما تعليق الآخر بالنسبة للخدمات حشاك، بالنسبة للمذابل اللي جاي تتراكم بالشارع، يعني نداعي الوزير التجارة من يستوردون هاي المشروبات الغازية بالأصنان يومية تنذب بالشوارع بطل زجاج، يعني من أحني أنه ما تتآكل هذه بالقاع بعدين أو بالماء مطلوقة في بو. فهذه مئات الأصنان يوميا بالعراق، نتيجة العراق يعني ساعي خير منذ ما زجاج، تعالوا شوفوا المذابل على طول الشوارع، يعني مع كل الأسف يعني حتى نقلها ماكو مذابل كل القرى كل الأرياف كل الأقضية، يعني تطلع منها البغداد بس مذابل، شنو المشكلة شنو القصد منها؟ نعم. يعني كأن خدمات ماكو، نظافة هم ماكو يا أخي، ترى مستعانين بينا ونظافة البيت ترى يدل على نظافة أبو البيت، عدل لولا. نعم. أنا أذكر عندي قصة مختصرة، حاتم الأصم يقولون راح للحاج وهو فقير، إجي أمير سد الباب قال جيبوا لي ماي، انعجب بالقلاص قال هل هذا بيت ملك؟ مع العلم بيت فقير طي صغير وكذا. فكرمهم بسبب نظافة القدع اللي قدموه له فيه مي. فرباب سلامنا يا أخي، نظافة البيت يدل على أهل البيت، وإحنا أهل بيتنا هم حكومتنا، خلينا ضروري هاي الشغلة مو بطالعهم، ترى مو بطالعهم بلد هذا بغداد، بغداد يعني بغداد دار السلام، بغداد ما يصير، يعني إحنا ما نقبل لهالدرجة الاستهانة بينا، يعني من بعد حناجرنا ألا لو نادي تحية ولكن لا حياة له من تنادي، والقول الثاني لا حياة لمن تنادي. ممنون منك أستاذ عمر. أنا الممنون منك وأشكرك أبو مريم من البصرة كان معنا. طبعا تحالف الفتح سعد المطلبي يعني لاستكمال لحديثه، وهو القيادة في ائتلاف دولة القانون ومقرب من نور المالكي، أوضح بأن تحالف الفتح الجناح السياسي لميليشيا الحشد الشعبي سيكون مؤيدا لأي قرار يتخذه المالكي بسبب العلاقة الوثيقة بينهما، وأوضح بأن مسألة حسن تشكيل الحكومة المناطة بالقوى الشيعية بدأت تأخذ منحا يتجه نحو الحل الذي لا بد أن يوجد في النهاية
في فكل شيء كما قال وارد في السياسة. جاء هذا الحراك داخل الدعوة بعدما وصلت الانقسامات كما تشير المصادر من داخل الحزب إلى مستويات خطيرة، دفعت ثلاثة من أبرز قيادته إلى إصدار بيان مشترك قبل أيام، وأشرنا في حلقة مبارح على هذا البيان. هذا البيان المشترك حذروا فيه من استمرار ما أسموه بتشظي الحزب، وحمل البيان توقيع الشيخ الزهيري وأبو منتظر طارق وأبو جعفر الركابي وهم أعضاء في شورى الحزب، وجاء فيه نكتب لكم في هذه اللحظات التي أسموها الحرجة التي تمر بها بلاد التي يمر بها العراق ويمر بها الدعوة الذي يراد له أن يكون نسيا منسيا كما قالوا، ويصير تراثه نهبا على يد أبنائه يعني أبناء الحزب. فكانت فتنة القائمتين النصر ائتلاف دولة القانون التي عايشتم تفاصيلها وجزئياتها متهما العبادي برفض الاندماج بين القائمتين. أضاف أن القانون ذهب إلى الفتح وسار النصر خلف سائرون كما يقول سعد المطري، ونحن ذهبنا إلى أخينا هذه المرة وعدنا إلى الثاني مرة أخرى من أجل التقارب والالتحام. طبعا تابع البيان: نأمل موافقة العبادي على الالتحام مع ائتلاف دولة المالكي، هذا بيان القيادات الثلاثة في حزب الدعوة لائتلاف دولة المالكي، لتزعم حزب الدعوة كتلة كبيرة تقارب 70 مقعدا تكون فاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي العراقي بشقيه التنفيذي والتشريعي. إذن هناك خلاف داخل حزب الدعوة حول منصب رئاسة الوزراء، الخلاف ما زال مستمر، مع العلم أنه كان هناك يوم أمس يعني اجتماع ضم العبادي والمالكي، ولكن لم يفلح أو لم يصل إلى شيء. معنا اتصال عبد الرحمن من السليمانية، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. أحيي شخصك الكريم وحي هذا القناة الشريفة. حياك الله يا أهلا بك. والله إن شاء الله إن شاء الله علم وكلام حق نصر كل مظلوم إن شاء الله في العزيز. الله يبارك فيك أخي العزيز. إحنا قبل نسمع من أمهاتنا الكبار من يصير عندها يعني بنية تريد تزوجها، توصيها عدة وصايا، ولو هذا يعني خارج نطاقنا بس مرتبط بهذا الموضوع اللي هسه أنت حضرتك تتكلم به، فتوصيها تقول لها يا الرجل اللي راح تقدمي له شوفيه إذا من السكوت وموتي ومن المطواط فوتي، يعني معناته إذا شوفينا خانس ديري بالك من عنده احذر من عنده، وإذا شوفينا بس يوطوط لا والله لا ديري إلا بالطا يجي. فذولا هاي الحكومة أخي تعلمت يعني جاي تضحك على معاناة الشعب وجاي يضحكون علينا، الله وكيلك جاي يتعللون على هاي المظاهرات وعلى معاناة شعبنا، يعلون هم وعوائلهم يعني ما عايرين أهمية للشعب، ما عايرين يعني الطفل المريض، ما عايرين المحافظة بأكملها 16,000 نفر تلوثت يعني أمعاهم من المي المالح، وتطلع هاي الهاشة أجلكم الله بنت الهاشة تقول حالات بسيطة تنافيناها، شلون يصير الضحك على ذقون الشعب؟ شو تقول لي حمار أصفر يا أخي العزيز؟ ولو أنت وقت البرنامج مالك شرف على الانتهاء وما يطيل عليك، بس والله يا أخي أي علاج ما يرملهم غير تكسحهم مثل ما أريد نسي الأدب في قناتكم الشريفة. غريب الشعب إن شاء الله يا أخي العزيز. شكرا عبد الرحمن من السليمانية كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.